السلام عليكم حبابنا لكم مكان اهلا وسهلا بكم معنا في حصتكم اليوميه مائده رمضان ان شاء الله يا العالمين كل بخير يرجع الخير وراح اكيد راكم تستناو في الحصه تاعنا اليوم باش نكملوا اللي رابحين معنا في مسابقه مائده رمضان نحيي كل وحده راه تسمع فينا في الحصه تاعنا نحيي كل وحده راه عبر التواصل الاجتماعي تقول سيدي على ربي يحفظكم وربي باقي عليكم السر وتعيدوا بالصحه والعافيه اعلى بالي باللي ريحه الحلويات راها دايره حاله في المطبخ برافو عليك سيدتي كريمه شكرا لكم بنياتنا اللي راهم يحاولوا يصنعوا في الحلويات حتى انهم بعثوا لي الصور برافو تعطيكم سيدي على عشرة على عشرة على المباشر يعطيكم صحيحتكم ان شاء الله وكي راكم تجربوا هكذاك صافي بليزير بارك الله فيكم تقولكم لكم سيدي على مازال خير قدام ان شاء الله واليوم اكيد راح نواصلوا الوصفات تاع اليوم لاننا البارح ما درناش الوصفات درنا مسابقه الحصه اللي هي مسابقه مائده رمضان وكانت ربحت معنا الف الف مبروك هني قال لها صباح من الرويبة اللي كانت اجابتها كلها صحيحه جاوبت على خمسه اسئله صحيحه يعطيها الصحه صباح اتصلت بيا وراني قلت لها باذن الله الرحمن راكي ربحتي عن الجائزه الكبرى اللي هي تكوين فورماسون ديبلومون تسلم من طرف الدولة ب 12 مليون التكوين هذا راه يتقام ب 12 مليون هنيئا لكي صباح من الرويبة والعقوبة اللي مازالوا اكيد احبابنا احباباتنا راكم تسناو شكون اللي ربح معنا الجائزه الثانيه والثالثه احنا كنا نربحوا ثلاثه البارح كانوا جاوبوا البنات يعطيهم صحيحتهم ان شاء الله كاين اللي بعضو جاوبوا بعض الاسئله صحيحه وكاين اللي خطئوا لكن احنا اللي ربحناهم من وراء الاخت تعرويبة صباح من رويبه حنا ربحنا زوج واحد اخرين لكن اجابتهم ماشي كلها صحيحه باش يكون على بالكم كاين اللي جابوا اربعه اجابه صحيحه من خمسه لكن هذا هو قانون المسابقه ربحنا صباح مروي بالجائزه الاولى هني لها وربحنا كذلك سليمه من عين بسام سليمه من عين بسام هني لك الجائزه الثانيه فورماسيون كاليفيون تاع موا مبروك عليك كذلك حياه من ولايه البويره حياتي اللي ربحت معنا كذلك الجائزه الثالثه هليان لكي فاماسون كاليفيونت مبروك عليكم نتوما ثلاثه اللي ربحتم معنا هذا العام اللي 2021 نقول لكم مبروك عليكم على بالي باللي كاين بزاف سيدات واخوات كانت عندهم الاجابه الصحيحه لكن للاسف اللي ضيقت الوقت وكذلك اللي الخط آه الهاتف كانوا يقولوا لي باللي مشغول لكم سيده لا والله كل حاجه بالمكتوب كما بغى ربي الكاتبه كتب رب العالمين الصباح من تربح الجائزة الأولى كذلك سليمة من عين بسام اللي اتصلت بيا في الهاتف على المباشر كانت معنا على المباشر وهنا نقول لكم فقط باللي الأخوات بالنسبة لسليمة وأخت حياة يعاودوا الاتصال بالرقم اللي مديتو البارح أو بإذاعة بويا الجهوية باش يشوفوا الإجراءات اللي يقوموا بها إن شاء الله هنيئا لكم خواتاتي وألف مبروك والعقوبة اللي مازالوا نعم و وحبابنا نتوما اللي راكم تسمعوا في اذاعه بويرة الجهويه نحييكم من هذا المنبر ونروحوا لعالم الحلويات الحلويات اللي مازال دايره حاله في المطابخ الجزائريه حتى خارج الوطن مازالهم يديروا في لي انا أذكركم سيدي روحو غير بالعقل ديروا حاجه خفيفه و وبنينه اليوم طلبوا مني قال لك زيدي الغريبيه جبت لكم زوج انواع تاع غريبيه واحد اخرين واحده باللمبوط تهبل بيضه الجنجلان و اخرى بالسمن والزيت نروحوا للغريبيه نتاع المايزينا سموها غريبية المايزينا يلا مع, مع بعض في خارج الوطن يقولوا لها النشا النشا باش كل الدول اللي هم سمعوا فينا عبر التواصل الاجتماعي اللي متابعين معايا باش يفهموا اللهجة الجزائرية نروح المقادير الوصفة الغريبية بنشا اللي هي الغريبية المايزينا يلا مع بعض نحتاج 250 غرام مارغارين تكون طرية درجة حرارة الغرفة <applause> نص كوب سكر ناعم ملعقة صغيرة فانيليا نص كوب جنجلان مقلي مليح معناتها مقلي ملح ماشي محروق مقلي زين حبة وحدة تاع بيض مغرفة صغيرة خميرة كيميائية معناتها منكترش لا ليفوغ غير لا رأس مغرف ولا كانت عندك هذيك المغرفه الصغيره ديري وحده زوج اكواب ماي زوج اكواب ماي معمرين مليح باسكو هي ديجا غريبيه تاع ماي نجمع العجينه بالفرينه والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اعيد المقادير 250 غرام مارغرين هنا هاد المارغرين هادي تكون درجه حراره الغرفه نحطولها نص كوب معمر سكر ناعم ما الكاس بزاف باش ما حلوه نحطولها ملعقه فانيليا ونص كوب جنجلان محمص زين مقلي مليح نخلطوا هاد المقادير مع لا فاني نحط على ملعقه صغيره نتاع خميره كيميائيه حبه بيض ونكمل بالفرينه العجينه تجي طريه ما تجيش يابسه العجينه تجي طريه كيما تاع لي العجينه تجي طريه هنا نشدو لابوش مع لادوي تكون مسننة لابوش مع لادوي تكون مسننة من بعد نبداو نحطو سنيوة مرشوشة بالفرينة ونبداو نصنعو في الوريدات تاعنا طلعي للأعلى باش ما تجيكش هابطة كي تقعدي نتيا تعبزي بلابوش طلعي الوردة الروزاز تطلع للأعلى معنتها باش ما الحبة هابطة وهنا باغية تحطيلها من فوقها سوا قرفة أو ترشقي فيها حبة لوز لكن الاختيار وصفة رائعة جدا وبنينة بزاف والدوب في الفم تجي الدوب في الفم أنا يعني قلت لكم راني درتها مرتين درتها البارح وعاودتها اليوم كان ما عجبتني نعاودو المقادير الغريبية نتاع الجنجلان ونشا غير بالعقل ميتين وخمسين غرام مارغارين طرية تكون درجة حرارة الغرفة نصف كوب سكر ناعم ملعقة فانيليا حبة بيض نخلط مليح نضيف نص كوب جنجلان مقلي مرحي آه مش مرحى عفوا زين معناتها محمص مليح مش محروق يكون هذاك الكوليان الشباب تشمي ريحته لا ليفور شيميك انا مغي صغيورة كيس نجمع العجينة بالفرينة العجينة تكون طرية ما لازمش تكون يابسة لاباط تاع الغريبية لازم تكون طرية وهنا ننصحك حبيبتي جربي حبة جربي حبة برافو عليك الوغ هنا واش راح تبعوا معايا مليح درتها بطريقتين وصلحت معايا عندي واحد القالب كي شغل جاي كي السنيوه فيه فراغات الفراغات اللي فيه دايرين كيما المول تاع المهراز نعاود لي عندها لي مول تاع المهراز يلا عندي تسنيوة فيها فراغات الفراغات هادو تشبه تماما المهراز كي هادوك تاع المهراز عندي فيديوهات يعني رشيت فيها الفرينة ودرت في لابوش عمرتهم كاع هادوك الفراغات بلابوش الوريدات رشقتيهم فيهم حبه لوز ولا ديري قرفه كي طيبي تجيك الحبه مرفوده والحبه قد خدها ما تجيكش هابطه جات تهبل هذه وحده بصح لا يكلف الله نفسه الا وسعها اللي ما عندهاش هذا القالب اللي راني نتكلم عليه هنا واش راح ديري نعم حبيبتي نورا عبود ما فيش مشكل راح نصور لك القالب ونحطه في الصفحه هي جايه سنيوه فيها فراغات اهلا وسهلا لم يا حبيبتي مرحبا بك الله يحفظك هنا صافا الحمد لله هنا راح نشدوا هذه السنيوه فيها فراغات الفراغات تشبه تماما المول نتاع المهرز هذوك الهابطين شو الفراغات باش تجيك الحبه قد اختها الغريبيه كي تعبزي بلا بوش وريدات تبقى الورده تاع في شبه وتجي مرفوده ما هابطه خاطرني جربتها في السنيوه هذه وجربتها في سنيوه عاديه مع درت روزاز وبعت بيناتهم هذيك اللي طيبتها في السنيوه العاديه جات هابطه على اللي درتها في السنيوه اللي فيها الفراغات بصح نفس الكو شاب الله الله كاع في الفم بصح رانا نحكيو على النتيجه النهائيه نتوما ان شاء الله باذن الله راح تجربوها الليله باسكو سي فاسيل سهله فيها فقط الجنجلان وتجيكم رائعه جدا تحب المن تحب النشا تحب دو كبار نتاع مايزينا وتكملي بشويه تاع فرينه راح تجربوا الوصفه خواتاتي وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والعافيه ان شاء الله نعم حبيباتنا وخوتنا وخواتاتنا انتوما اللي راكم تسمعوا فينا في الحصه تاعنا اللي هي مائده رمضان يوميا ما الجمعه والسبت لكن خلاص بدا العدد التنازلي ما بقاش بزاف ونعيدوا بالصحه والعافيه وتعود مطبخو كي سيدتي مره في الاسبوع كالعادة بالنسبه لخواتاتنا وخوتنا اللي شاركوا معنا في المسابقه ما صحت لهمش الفرصه باش ينجحوا تقولهم سيدي لا اكيد مازال مفاجات كثيره في اذاعه بويره جاوية ما غير تبقوا اوفياء ان شاء الله يا رب هنيئا للاخت من اللي ربحت معنا في المسابقة ربحت معنا هدية رائعة جدا تكوين فورماسيون ديبلومون الكفاءة المهنية اللي كانت مهدات الراعي الرسمي مدرسة سليمة يالا تاع 12 مليون مجانيا كذلك ربحوا معنا زوج بنات فورماسيون كاليفيون تاع 3 موا اللي مقيومة بمليون وخمس مئة اللي هي سليمة من عين بالسام وحياه من بويره هني قال لكم مبروك عليكم والعقوبه اللي مازالوا نوصلوا مع بعض الوصفات تاع نهار اليوم ونروحوا الغريبيه الزوجه اللي طلبوها منا طلبتها مني كذلك الاخت حبيبتي سليمه من الجلفه سليمه كانت البارح تحوس تعطيني واحد الوصفه ذكرتني بها قد قدمتها قدمتيها في شحال تاع تشارك لكن للاسف اللي الوقت البارح كنا غير مع المسابقه تقولكم سيدي زال مازال الخير قدام ان شاء الله وشكرا لك يا سليمه من الجلفه نروح الوصفة الثانية نتاع الغريبية نتاع نهار اليوم اللي هي غريبية بالسمن والزيت سهلة وبسيطة تحتاج فقط هنا تحتاج باتور ولا بيتخا ألوغ وش ديري شدي البيتخا نتاعك ركبي و الفوي حطي كاس تاع دوسون كارونت هادوك الكيسان نتاع إينوكس ولا حطي واحد زيت واحد سمن يكون غامولي واحد سيكخ كلاص نعاود حطي كاس زيت وكاس سمن وكأس كلاص سمن ما يكون من العلبة مباشرة وعمري هذاك الكاس ديري مغرف لافاني وقرصه ملح اي دوري البيتخا خلي يدور خصها تولي لك كي شغل لا كريم شي لازم ترجع كيما هاك نعاود لكم غير بالعقل كاس تاع زيت اللي مازال ما داروش الغريبيه يلا سهله الزيت كاين والفرينه كاينه ما فيهاش حاجه اللي تكلفك ما كان لا لوز لا والو اعيد كاس تاع سمن يكون غامولي كاس تاع الزيت كأس تاع السكر غلاس يكونوا كاع بنفس الكوب نحطوهم في العجان نركبوا الفوي لافاني قريصه ملح خلي يخلط هنا كي يخلطها لازم تصبري عليها لازم ترجع لك اون كريم تقول شي درتي لا كريم طفي البيتران ديالك جيبيها قدامك وضيفي الفرينه مع شويه خماره ما تكثريش لا ديري لا حتى الحصول على عجينه متماسكه تشكل غريبيات تندل القرفة تندل في سنيوة وتدخل للكرشة بالصحة والهنا من بعد راح تتشقق وتجيك غريبية تهبل الصحة والعافية إن شاء الله يا رب راجع لي الخط كريمة نعم وصال فاتي تقول لي بلي شحال نديرو لها ميك ليفيغ شيميك الغربية الزوجة يا خيد راكي على اللي درنا لها كاس تاع اسمن وكاس تاع الزيت وكاس تاع سيك وتضرب مليح مليح حتى تولي لاموس ومن بعد نديرو لها الفرينة هنا لا ليفيغ ديري نص كيس نص كيس خميرة كيميائية ما ديريش كاع الكيس ديري نص كيس خميره كيميائيه باش تجيك سوا سوا بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب هذه كانت الغريبيه الثانيه غريبيه لذيذه جدا طلبت مني كذلك حبيبتنا في التواصل الاجتماعي الرفيس تونسي قالت لك ماما تحبو بزاف في العيد وحنا نقولولها لها ماما فوق الراس والعين إليكي وصفه الرفيس تونسي يهبل واش نقول لك وصفه خفيفه وظريفه حاجه الاولى اللي راح ديريها رايحه تقلي الشيشه تبعي معايا مليح باش تصدق لك الوصفه هنا الشيشه تكون متوسطه معناتها سميد متوسط نقلي و نحمصو حتى وين يولي بيان دوغي وخليه بجنب معناتها ما عندوش حاجه كبيره خليه بجنب خاش كاين بزاف اللي يقولك نحط التمر ونحط الزبده ونبقى نقلي ونفرغ فوق داك التمر ونعجن ما تصعبيش على روحك الامور اقلي قبل الشيشه في خاطرك معناتها كيلو تاع الشيشه تاع سميد متوسط اقلي كيما تقلي تاع الطمينه شي كيما نقلو الطمينه نفس الطريقه أقليه كيما تقلي تاع الطومينا صحيتي وجديه وإلا عندك في علبة مقبل ولا جبديه دركا باغي ديري رفيس شنو باغي ديري توجدي هنايا في الكيلو في الكيلو تاعك راح توجدي رطل تاع معجون التمر أرطل نتاع معجون التمر واش نديرو هذاك معجون التمر راح نشدو الكسكاس مدهون بالزيت نقسم هذاك معجون التمر ونحطوه في الكسكاس يفور نفرغ فوقو مباشرة مادا بيا تحطي الشاش باسكو كاين اللي عندها العيون كبار يهبطلك الشيشة نفرغ ديك الشيشة من الفوق تفور فوق التمر صحيتي جيس يطلع الدخان فوقها فرغيها في الجفنة وبداي تعجني وانتي تعجني نضيفولها لها 200 غرام دو بوغ مادا بيا زبدة زبدة مشي مارغارين زبدة مقادير بسيطة جدا كيلو نتاع سميد متوسط رطل تاع اللي ما يبغيش فيها التمر بزاف نقص دوكا اللي ما يبغيش التمر فيها بزاف الى قص عادي هنا يفور التمر كي يطرى في يدك رايحة تحطي فوقها التيشة مادا بيا الكسكاس فرشيلو الشاش التيشة لازم تفور باش ما تبقالكش تغزغز من بعد في الرفيز تجيك طارية خليها تفور كي تفور فرغيها بيها بالتمر تاعها في الجفنة وبدا تعجني بالزبدة الحرة مادا يكون عندك زبدة ألوغ تتحصلي على العجنة تاعك متماسكة بالتمر والزبدة وديري لها عطريها دركا تعطريها بملعقة صغيرة قرفة شويه نتاع لافاني وزوج مغارف مظهر باش تجيك بنينه وعيد قرفه ولافاني والمظهر اعجني نورمال اعجني عادي من بعد شكلي على روحك اخبزي فوق الطابي سيليكون وطبعي الطوابع اللي بغيتي تبغي ديري بالمول تاع المعمول تبغي تطبعيهم لكن الاختيار معناتها هنايا تقطع تاعك ولا كيفاش تشكليها لكن الاختيار يجيك رفيستاري هذه وحده ما يجيكش يابس ويجيك هش خاصه كي تفوري اعيد طريقه التحضير اذا كانت عندك التيشا مقبل في علبه ولا في بيدون ومؤخرتها مجيه مقليه هذيك هي اللي ديريها في سونسي. ما كان لا تقي تقلي جديده كي تقليها مليح مليح ما تقدريش مباشره ديري لها التمر وديري لها الزبده صح تجيك مليحه بصح باش تيبيتي هذاك فوريها فوق تفوريها فوق التمر شدي ذاك كاس، تفرشي له الشاش ومن بعد حطي لك التمر قطعيه قطع صغيره عاونيه حطي فوق التشيشه بعد كي تفور فرغي في الجفنه وعجني بالزبدة الزبده بيا بالزبده عطريها الرفيس عطريه واش ديري له زهر لافاني والقرفه وعجني بعد حلي بالحلال نورمال بدو ساشي وطبعي هذه كي تبغي تطبعيه ما بغيتيش تطبعي استعيني بالمول تاع المعمول او كاين المول تاع المعمول ديري بالمول تاع المعمول وخطي نورمال تخرج لك الرفيس الله الله تاكليه ان شاء الله بالصحه والعافيه ان شاء الله يا حباباتنا ما متواصلين مع بعض مرحبا بكم في في ورانو لهم معايا سليمه ربي بارك عليكم مرحبا بكم حباباتي دورا دورا اهلا وسهلا مرحبا بك سليمه نعم اكيد مهم. نعم تقدري حتى تحشيه نعم سليمه تقدري تحشيه بحلوة الترك لكن الاختيار هنا اكيد عندكم ابداعاتكم عندكم لمساتكم تقدر سيدة له اي لمسه تاعها باش يكون موالم العيد الفطر ان شاء الله وتعيدوا بالصحه والعافيه نروح الوصفة بوسو ولا تمسو اسم على مسمى بوصولة مسو <applause> يلا مع بعض نديرو بوصولة مسو مع بعض أنا بالنسبة لوصفة بوصولة مسو طلبوها مني سيدات قالت لك حبينا وصفات تكون اقتصادية معناش حابين وصفات تكون اه معناتها تكلف يا حليل الناس لازم قيس قيس الوصفة هذه شوفوا معنا بالنسبة للوصفة نتاع بوصولة مسو مصطفى مرحبا حبيبتي أنا عندك نتشدي تشدي مدبية مدبية زبدة بس اللي ما عندهاش دي مارغارين هاي الزبده ديك المعلبه اللي ما عندهاش الزبده دير مارغرين الوغ نحتاجو 300 غرام دو بوغ 300 غرام زبده نعم ما فيش مشكل رانو لبتي بتي فور ما فيش مشكل حبيبتي هنا عندك 300 غرام زبده ندوبوها عادي كيما تدوبي السمن فرغيها في الجفنه نحطو عليها 200 غرام نتاع الجنجلان يكون مقلي مليح 200 غرام جنجلان مقلي مليح نحطوا لها تاع السيترون مع ملعقه فانيليا في هذيك الزبده ونحطوا زوج مغارف فقط تاع سيكر كلاص شوفي غير زوج مغارف نعاودو المقادير 300 غرام زبده ذايبه باردة فرغيها في الجبنه تحطي عليها 200 غرام تاع الجنجلان يكون مقلي بصح مقلي ماشي كل خيلو مقلي شباب مقلي تعرفي درجه انك يطرطق تشمي ريحتو فرغيه الداخل في الجبنة مع لو بوغ نزيدو حبة زاز تاع مع لافاني وزوج زوج مغارف سيكخ كلاص نحبحر هداك الجنجلان في وسط المارغارين ونشفو بالفارينة والصلاة على النبي واش بوصوله تمسو اسم على مسمى هنا لاباط لازم تكون شاده روحها ما ديريها لا لا ليفور لا والو تشدي دو ساشي استعيني بزوج اكياس او طابي سيليكون نخبز غير بيدي ونحط ساشي ونزو الحلال يعني قلت لكم نزوجو نجوز الحلال باش ينحي لي لي على الاصابع فقط نطبع بالطابع تاع المقروط إذا عندك الطابع اللي يطبع لك مقروطات حطي مباشره بالكراتوار في السنيوه لازم لاباط شدة روحها لاباط شدة روحها ما لازمش تكون طريه نطيبوها على درجه الحراره 170 درجه مده الطهي 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ومن بعد ما تمسيهش خاطر هو اصلا بوزو ما ما تمسيش خليه ترونكي هنا عندك طريقتين كاين اللي غبروه هو سخون يرمي عليه السكر كلاص باش ما يربيش هذيك لا اللي يكسر بصح هو ما فيهش الحلاوه لداخل الوغ انا واش ندير له نغمسو في عصير الليمون ونغبرو في كلاص يجيك واحد البوس ولا تمسو يهبل كارثه راني نقول لكم غير ديروه غير ديروه ليله يجي شويه زنجلان ويلا نعاودو المقادير 300 غرام زبده ذوبيها حطيها في الجفنه ديري عليها 200 غرام نتاع الجنجلان قيس كاس الجنجلان يكون مقلي مليح ديري لها لافاني وزاز تاع سيترون وزوج مغارف سيكر كلاص زوج برك باسكو هو باغي يتغبر ما كان لا تحليه بزاف ارمي عليه الفرينه تشد روحها مليح ماشي تيبسيها حجر لدرجه تبقى تفتت تشد روحها نورمال خبزي فوق الطابيسري كوم من فوق الساشي وعاودي حلي بالحلال غير شويه ديريه شويه خشين ما ترقيهش لا ترقيه طبعي بالطابع تاع المقروطه ما ترفديش بيدك رفدي بالكراتوار وحطيه في الصينيه طيبي على درجه الحراره 170 درجه مده الطهي حتى ل 20 دقيقه بعد الطهي ما تمسيش كي يبرد اغمسي الحبه في عصير الليمون عصير الليمون ماشي مزهر من بعد سكر بلاص واحد البنه واش نقول لكم يا بوسوا ولا تمسو بربي ان شاء الله تجربوه وتحبوه شهيه طيبه